قلت له ايدي وايد الله ما فيش. بقول لك حكيم، قال لي شو؟ قلت له انا جيب لي اعطيني ابره افافورتون اوبوسكوبون، انا معود عليهم بس كنت سيرتي مع حيد الحاجي. شو بدك تعمل؟ قلت له انا بس جيب لي الابره وما بدي شيء منها. قال بتمضي على على حالك انت ما بدك. قلت له ايه بمضي، وهدول جيب لي الابره. انا وقاعده ضربت الابره لحالي والقران مش برحمه امي، ضربت هيدي بس ضربت الابره رقت رقت بس الحكيم اللي بالحمله وهدول والله من السمي لسانه ما تركته تيجي تيجي يعطي كل يوم يقول لي كل اي مكان. يا واحد مو تغيسه انا اللي قلت سايب ما بديش بالجرمه. المصيبه بنت خالي انه الدواء يمكن العالم كلها حاسه الادويه الادويه لا احد كمان بيضد ما صار الادويه بنت خالي اذا بيوجعك اذا بتموتي ما في حد بتفكره اذا بدك تاخذي البنقات كانوا كمان في البنقات ستك بيعرفوا خلص عليهم في تبع الدولة كلها البنك المركزي تبع الدولة كلها الأساس الدولة فلس ايه ايه الدولة فلس شو بدك تعملي؟ كل ما صار في مشكلة كلنا فوق ليكي من حركة صارت ايه في ناس في ناس لا دغري عمل جرفة